مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس دامل. ان شاء الله تكونوا بخير وكلكم صحة جيدة. اليوم مع ان غاتو او بوم. سابقا كنت حطيت لكم وصفة تاع اون تارت او بوم، واليوم ان غاتو او بوم بطريقة سهلة مهلة. كي نقولوا ان غاتو او بوم لازمنا لي بوم. انا خديت 4 تفاحات، لا عندكم كبار بزاف تقدروا تاخذوا 3 يكفي، تقشروهم تقطعوهم على هذا الشكل، وكذلك ما تنساوش تنحوا الراس الدخلاني طبعا. وكذلك لا عندكم هذيك اللي نقطعوا بها التفاح تقدروا كذلك تستعملوها. بسم الله، نبداو مباشره مع الوصفه. وانا نمد لكم الوصفه نعطيكم المكونات المضبوطه. البيض عندي صغير، اذا خديت 4. عندكم بيض كبير خدوا 3. نشد نوتريبولوت تاعي، نتوما ترحيو الرحيوه اللي تحبوا. هنا عندي 80 غرام تاع سكر الكان، تعوضوه باي سكر اخر. هادشي عود لكم هاوليك لي نستعملو انا سكر الكان بيولوجيك، ملعقه تاع الفانيليا. هاد المكونات نجي نرحيهم، وتقدروا كذلك تستعملوا الخلاط اليدوي كما تحبوا. 80 غرام تاع السكر نجي نحط 75 غرام تاع الزبده لا اكثر. هنايا عندي زبده اون بوماد، ونكملوا نخلطوا. هنا بعد ما دفنا الزبده نتحصلوا هكذايا على هذا الخليط. نجيو هنا نضيفو مبشور الليمون. هنا حطيت حوالي 50 غرام من طحين سون غلوتين، وملعقه ونصف كبيره تاع النشا، والباقي حطيتو بودره اللوز لا فارين داموند. يعني عندي كله 110 غرام. حطوا 50 غرام تاع الطحين، انا درت طحين سون غلوتين، خيروا اي طحين تحبوا، وكذلك ملعقه ونصف تاع النشا، والباقي طحين اللوز. تقدروا ديروا 110 غرام مباشره تاع الطحين المفضل عندكم، تقدروا كذلك ديروا 80 غرام تاع الطحين والباقي نشا. السيار تاعنا الغربال، نحط نغربل طحين اللوز وكذلك طحين سون غلوتين، وقلت لكم الملعقه ونصف تاع النشا تاع لا مايزينا، ونزيد هنايا ملعقه كبيره تاع البيكينغ باودر خميره الحلوى، بما يعادل 8 غرامات تاع ولا ان ساشي 8 غرام ولا 7 غرام تاع لا لوفور شيميك. نقدروا نزيدو رشه ملح، وبلا سباتول نكملو نخلطو بالعقل. انا المول هذا المدور اللي خيرته هكذا درت له زبده وورق الزبده. وهنا نجو نفرشوا التفاح اللي قطعناه، فرشوه بالطريقه اللي تعجبكم. درت قطعه هكذا تاع الزبده، درتها في الكونجيلاتور، في المجمد باش نقدر نرابي الزبده تاعي هكذا، باش ما ياخذليش كميه كبيره، جينا كاراميليزي من الفوق. انا من الفوق نزيد لها السكر ديرابي الى الفرن، ونعاودو نرجعو. هايلك بعد ما خرجناها من الفرن كنت حطيتها على 200 درجه، استغرقت لي 35 دقيقه. لازم لي بوم يجوا شويه من الداخل. اذا هذه سي ان غاتو او بوم. كنت ديجا درت لكم اون تارت او بوم سون بات، وهذه وصفه مختلفه. هذا هو الشكل النهائي تاع كاطو وبوم تاعنا. نتمنى تجربوه ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.